اهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض الثانية للدورة الأولى بالنسبة للسلك الإعدادي، نشوفوا نموذج لفرض الثاني للدورة الأولى بالنسبة للثانية إعدادي مسار عادي أو مسار دولي. إذا بالنسبة لهذا الفرض فهو كيتعلق باللوجيسيال مايكروسوفت إكسل اللي كيتقرا في الثانية إعدادي ممكن يستفدوا منه، واي مستوى كيقرا مايكروسوفت اكسل هذا امتحان كتابي من مايكروسوفت اكسل ممكن يستفد منه. كذلك جدع مشاركته ما عنده مايكروسوفت اكسل، كذلك اولى بكالوريا والثانيه بكالوريا بالنسبه للتخصص التقني تما ممكن يستفدوا من هذا الامتحان، وكذلك مستويات وراء البكالوريا. يعني هذا امتحان كتابي في مايكروسوفت اكسل، ممكن اي مستوى يستفد من هذا الامتحان. نموذج على شكل بي دي اف غتلقاه في الوصف، وكذلك مجموعه ديال الفيديوهات راه كاينه في قناه تعلم مع ادم وايه ديال الانفورماتيك ممكن تستافدوا منهم. اذا نبداو مع الشرح. اذا اول حاجه عندنا ليكزيرسيس 1 ريبوندي بار في او فو، اجب بصحيح او خطا معلومات عامه على مايكروسوفت اكسل. اذا ان تابلور اوكي اي تان لوجيسييل كي بيرميت دو رياليزي دي تابلو دي كالكول اي دي غراف. اذا بالنسبه للوجيسييل تابلور شنو هو؟ سي تان لوجيسييل qui permet de réaliser quoi? Des tableaux numériques, de faire des calculs, de faire des graphes et aussi des statistiques. Idan al-jawab sahih. Idan anna vrai. Idan anna vrai. Idan al-jumla l'oula, ma'louma sahiha. M'chou jumla tsania. Une formule. Ce Microsoft Excel commence toujours par zéro. Khata. Idan, la formule chnaya est une méthode tariqa l'iknhs bf l'Excel. Alors, qui est les formules ou qui est les fonctions? بالنسبه للفورمول اول حاجه يعني باش كنفرق ما بين سيلول عاديه او سيلول فيها الحساب هي انني كنبدا بتساوي اتيغال ان فوا كنبدا بتساوي لان الاكسل هو بروغرامي ان فوا كنبدا بتساوي الاكسل كيعرف ان هذيك لاسيلول غيكون فيها كالكول اوتوماتيك اوكي. اذا هنا عندنا ماشي زيرو تساوي، اذا هذه معلومه خاطئه اذا نكتبوا فو. تري بيان نمشيو الجمله الثالثه. لا فورمول اتيغال سوم C2.D2 equivalent à la formule est égale C2 plus D2. إذن أول حاجة في الحساب كنخدمو بليز أدريس أوكي، ولا كيتسماو لي زارغيمون ولا لي ريفيرونس نفس المعنى. إذا كاين عندنا جوج طرق، هادي إت إيكال سوم C2.D2 هادي كتسمى إن فونكسيون أوكي، هادي لا فونكسيون. إذا صح هو هذا خطأ، هادي ماشي فورمول، الثانية هي فورمول أوكي. ردوا البال. إذا هنا بالنسبة الأولى هادي سيتي إن فونكسيون، هادو سو سون دي فونكسيون، و التانية فورمول. أي فورمول ممكن نعوضها فونكسيون. إذا شنو عندنا هنا الفرق ما بين فونكسيون و فورمول؟ أن فونكسيون كندخل لا فونكسيون، مثلا بغيت نعمل المجموع كندخل الصوم و بعد كندخل لغة لي زادغيس، مكنكتبلو لا زائد لا تا حاجة. لا فورمول كندخل تساوي و كندخلو لي زادغيس و كندخلو لوبيغاتور لي هو و العملية، يعني الزائد ولا الناقص ولا الفي ولا القسمة. إذا هادو عندهم نفس الشيء، مي هنايا صح الخطأ أن أون فونكسيون. اذا هنا عندنا جواب فري. اذا ما كنخدم لي فونكسيون سوم ومودو اوكي ولا برودوي اكسيتيرا ولا كوس ولا اكسيتيرا، دوك يتسموا دي فونكسيون. هذه صحوها اون فونكسيون. تري بيان انتقلوا اكزرسيس 2 ريبوندو كيسيون سوفون دابري سو شيما. اذا غنحاولوا نجاوبوا على الاسئله انطلاقا من هذا الشيما، هذه الخطاطه. هذه عندنا اون باج فياج في الاكسل، ولا عندنا اون فينيتر كما كنسميو في ويندوز دو مايكروسوفت اكسل. معلومات اللي عندنا في هاد لا فونيتر، عندنا مايكروسوفت اكسل يعني خدامين لوجيسيال مايكروسوفت اكسل، وعندنا واحد الفيشي اسمه devoir.xls. اذا اول حاجه والمعلومه اللي كنت قلت لكم قبل ان في لا فونيتر في لا بار دو تيتر اللي كتكون فوق اشنو كيكون فيها؟ جوج معلومات، كيكون فيها نوم دو لوجيسيال باش خدامين، وكيكون فيها نوم دو فيشي يعني سوا الاسم اللي سجلنا به سوا ما عطيناش اسم السيستم ديسكوتاسيون ويندوز كيعطي اوتوماتيكمون واحد الاسم اوكي سي كلير. اذا هنايا انطلاقا من هاد لا فينيتر غنجاوبوا على الاسئله ونحددوا المعلومات كتعلق بهاد لا فينيتر. النوع دو لا في اكسيف قال لك شناهي لا في اكسيف، غنجي لتحت لي في كيكونوا لتحت. عندنا في 1 تيست في 3 شكون هي اللي مكتيفيا؟ اذا اللي كتبان لكم مختلفه اونغرا هي هذه هي الثانيه يعني تيست. إذن نوم دو لا فوي اكتيف هي تيست اوكي. غنمشيو اوكي الثاني. اذا هنا غنكتبو مادام كاتبين تيست الحرف الاول ماجيسكيل نكتبو كما هي. تري بيان نوم دو كلاسور. نوم دو كلاسور شناهو؟ الكلاسور هو هذا اوكي كامل
كيما كنسجل بحال في الوورد كنسجل الدوكيمون كنسجل الباج، مي في الاكسل هذا كيتسمى كلاسور كامل، وكلاسور هو اللي كيتكون لي فوي، والفوي هي اللي كتكون التابلو، والتابلو كيتكون دي كولون اي دي لين، والكولون مرقم بلي زافابي ولي لين مرقمين بالارقام لي شيفر، والتقاطع ديال واحد لا كولون واحد لا لين كيعطينا واحد الحاجه اسمها ادريس ولا ريفيرونس ولا ارغومون بحال بي 2 بحال سي 3 بحال ا 2. اذا نون دو كلاسور هو ديفوا، هو كاين كيكون نون دو كلاسور الاسم باش كنسجلو الفوق في بار دو تيتر. اذا هنا عندنا ديفوا، ممكن بغينا نزيدو ليكستنسيون راه نكتبو devoir.xls لان xls هو ليكستنسيون ديالاش ديال الاكسل. اذا هنا نكتبو devoir. تري بيان، اذا هنا نون دو كلاسور devoir، ممكن نزيدو ليكستنسيون حيت هذا سي تان فيشي، ممكن نكتبو devoir باش يكون كامل ليكستنسيون ديالو .xls. تري بيان، اذا سالينا نون دو كلاسور. نون دو لوجيسيال اوتيليزي قلنا كيكون في البار دو تيتر اللي هو خدامين دابا مايكروسوفت اكسل، مايكروسوفت كوا مايكروسوفت اكسل. تري بيان، غنمشيو دابا لادريس دو لا سيلول اكتيف. ها هي لا سيلول اكتيف، هي لاديم اكتيفيا. اوكي هي غنمشي كنمشي التقاطع ديال لا كولون ولا لين هي سي 5، هي سي 5. اذا غنجي نكتب هنايا سي 5. تري بيان، غنمشي دابا نومبر دو كولون فيزيبل، يعني شحال لي كولون كيبانو لنا في هاد لاباج. اذا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، اذا 5 كولون. اذا غنجي نكتب هنايا 5 كولون، اذا نزولو ماجيسكول 5 كولون. تري بيان، اذا غنمشيو دابا اوكي غنمشيو نومبر دو لين فيزيبل. اذا نحسبو الارقام هنا اللي كيبانو لنا ديال لي لين، لي لين حيت كيترقمو في الاكسل بالارقام لي شيفر. عندنا 1 2 3 4 عندنا 12 لي باينين، اذا عندنا 12، اذا عندنا 12 لين. اذا نجيو نكتبو هنايا 12 كوا 12 لين. اذا تري بيان، غنمشيو دابا نومبر دو فوي دون سو كلاسور. اذا لي فوي كيكونو لتحت عندنا فوي 1 تيس فوي 3، اذا شحال عندنا من فوي في هاد كلاسور؟ عندنا 3. اذا نجيو نكتبو هنايا كوا 3 فوي. تري بيان، اذا بالنسبه لهنايا باغ ديفو ممكن نفتح واحد كلاسور اكسل كيكونوا فيه 3 باغ ديفو، ولكن ممكن نزيد لي بغيت ديال لي فوي على حسب الاحتياج ديالي. اذا هنا هما خدامين 3 ديال لي فوي، ممكن نزيد لي فوي احتاجيتهم. اذا باغ ديفو عندنا 3، هنايا في هاد الكلاسور عندنا فوي 1 عندنا تيس وعندنا فوي 3. اذا ننتقلوا اكزرسيس 3، remplacer les expressions suivantes par les expressions équivalentes. شنو كيقصدوا هنايا؟ اذا عندنا قلنا دو ميثود الحساب، جوج طرق الحساب في الاكسل. الطريقه الاولى كتسمى لا فورمول، اللي كتبدا بتساوي وكتدخل لي زادريس ولوبيراتور والزائد ولا الناقص ولا الفي ولا القسم على حسب العمليه. والطريقه الثانيه اللي هي اكثر بروفيسيونيل، اللي كتسمى لا فونكسيون، كندخل يعني كنمشي الاف، ها هي اللي عندكم، كنمشي الاف لاكس اوكي، وكنختار لا فونكسيون اللي محتاجه على حسب شنو عندي صوم ولا موين اكسيتيرا، وكنعطي غير لي زادريس. هو كيحسب لي، هو اللي كيعمل الزائد وكيعمل الناقص، العكس ديال لا فورمول. لا فورمول انا اللي كندخل الزائد وكنكتب الناقص ولا في اكسيتيرا، مي ملي كيكون لا فونكسيون انا شنو كندخل له؟ كندخل له لا فونكسيون، من بعد كندخل له غير لي زادريس لا شنو خاصو يحسب، وهو كيعطي هذاك الشيء، كيعمل داك الشيء اوتوماتيكمون. اكان الصوم راه كيعرف انه خاصو يجمع، اكان موين خاصو عارف كيعرف انه يجمع ويقسم اكسيتيرا. اذا حنا عندنا في الاول الصوم سي 1 2.E1. اذا اول حاجه خصكم تعرفوا ما بين الفرق ما بين جوج نقط وبوان فيرغول في الاكسل. ملي كيكون عندنا جوج نقط سا فو دير لا بلاج دو دوني، سا فو دير من الى، يعني من سي 1 حتى لاو 1. ملي كيكون عندنا بوان فيرغول راه صافي ادريس وحده، عندنا بي 3 وراها سي 3 وراها دي 3. اذا هنايا عندنا سوم اوكي، مثلا نرجعوا هنايا باش تبان لكم تري بيان، بحال ناخذوا هذا المثال ديال هذا. عندنا من سي 1 حتى لاو 1 اوكي، عندنا من سي 1 حتى لاو 1، هذا المعنى ديال هذوك جوج نقاط بلاج دوني. دابا حنا نعوضوها فورمول. اذا هنا عندنا اوكي فونكسيون نعوضها فورمول، نكتبو تساوي وشنو غنعمل؟ ندخل لادريس الاولى اوكي ايساي دو فوا. اذا عندنا من سي 1 اشنو تابع سي 1 زائد دي 1 زائد تنوصل او 1 اوكي، هذه فورمول. نمشيو للثانيه، عندنا موين اوكي، هذه فونكسيون. الوغ موين اشنو معناها؟ انه يعني متوسط كيجمع وكيقسم. شنو غنعمل باش نعوضها؟ تساوي، اذا غنعمل تساوي اوكي
ابخي عندنا شحال من هنايا عندنا ثلاثة، يعني حنا شنو مجموع النقط على عدد النقط، هنا ثلاثة يعني قسمة ثلاثة، غنفتح قوس كيكون عندنا عمليتين جوج كنفتح قوس. اذا ايسي دو فوا، عندنا بي 3 زائد كوا سي 3 زائد دي 3، اوكي شحال عندنا من عدد ثلاثة، اذا نعمل هنا تقسيم كم، تقسيم ثلاثة، هادي بلا فورمول، هادي بلا فورمول وهادي بلا فونكسيون. غنمشي دابا برودوي، اذا عندها باش لا فورمول كتبدا تساوي ابخي شنو كندخل لي زادريس، اذا عندنا هنا من ا ا 6 سل دي 6، اذا عندنا ها هي ا 6 سل دي 6، اذا عندنا برودوي سا فو دير في، اذا اش ما نعمل سي دو فوا، عندنا ا 6 الوغ بالنسبه للجداء كنعبر عليه بالكلافي وكنعبر عليه فليكسل بالنجمه، اذا نعمل ا 6 فوا حيت عندنا دو بوين يعني سا فو دير لا بلاج دوني من الى فوا ب 6 فوا كوا فوا سي 6 فوا دي دي 6، اوكي تري بيان. غنمشي دابا لهنايا، هنا عندنا الفورمول وحنا نرجعوها فونكسيون العكس ديال الاولى، اذا شنو عندها هنايا تساوي، اذا عندها تساوي اشنو عندنا لا فونكسيون هنا كيجمع وقسم، اذا هذه لا فونكسيون شنو كتسمى مويان، اذا ننزل مويان تري بيان وعنفتح قوس، كنفتح قوس وكنعمل لي زارغيمون داخل يعني زادريكس داخل، عندنا بي 2 بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 غنعبر عليها بلاج دوني، اذا بي 1 جوج نقاط، اذا جوج نقاط تالين، اذا بي 1 بعدا جوج نقاط تال بي 4 تال بي 4 ونشد القوس ديالي اوكي. اذا دابا غنمشيو اثنين، عندنا ا 4 زائد ا 5 زائد ا 6 زائد ا 7 بلس ا 8 اوكي، اذا هنا هذه تساوي عندنا المجموع، اذا لا فونكسيون اللي كتحسب لي المجموع هي سوم، اذا غنجي ونكتب كوا سوم ونفتح بارونتيز ديال زارغيمون، اذا هنايا اشنو عندنا، عندنا لا بلاج دوني من 4 ها هي، اذا من 4 تالين تال ا كوا تال ا 8، اذا اشنو غنعمل، غنفتح نفتح هنايا نعمل 4 ونعمل جوج نقاط الى شحال ا 8 ونفيرمي البارونتيز ونمشي للقوس ديالي تري بيان. دابا غنمشيو ربعة، عندنا بي 5 فوا، هادي ادريس كتسمى ابسولو اللي كيكون فيها دولار، اذا مثلا باش ما كتكون عندنا واحد القيمة ثابتة وباش نخدم بها بزاف ديال لي سيلول كنرجعها ادريس ابسولو باش ما يكونش عندي مشكل. اذا شنو عندنا من هنا تساوي اشنو عندنا هنا في، اذا شنو كيتسمى برودوي، اذا نجي هنا ونعمل برو كوا برو برودوي، اذا عندنا برودوي اشنو كنعمل هنا برودوي كوا، عندنا بي 5 بي 5 بوان فيرغول، اذا بوان فيرغول، وعندنا لادريس الثانيه اللي هي دي 4 ولكن غنخليها كما هي لانها ادريس ابسولو باش ما يكونش عندي مشكل، اذا نعمل لها كذلك كوا نعمل لها دولار اوكي وغنخليها كما هي دي، اذا ماجيسكول دي كوا دولار الثانيه، اذا دولار وبقى لينا الرقم لا لين 4 فيرمي بارونتيز وسالينا اوكي لا هنايا لا فونكسيون. هنا حاولوا هنايا ملي كيكون عندنا غير تساوي ولي زادريس مع لوبيراتور ولا مع لوبيراسيون في اكسيتيرا كتسمى فورمول، ما كيكون عندنا لا فونكسيون بحال موين سون برودوي كتسمى كوا، كتسمى اون فون اون فونكسيون. تري بيان سالينا السؤال اكزرسيس 3 نمشيو السؤال اكزرسيس 4. Exercice 4. Un vendeur est allé faire de shopping dans une boutique à Paris. Quand il revenait à la maison, il a fait les calculs avec Microsoft Excel pour savoir le montant à payer en euros et en dirhams. Il a dit que le vendeur a fait shopping dans une boutique à Paris. Il a fait le calcul avec Microsoft Excel, il a fait le prix unitaire de l'euro et la quantité. Il a fait 1 euro qui est 10 dirhams. Il a fait le prix total de l'euro. البخي توتال بالدرهم بالنسبه لكل برودوي، يعني شرا التيشيرت وشرا البنطالون سروال وشرا الشوميز وشرا الفيس وشرا الشوسيو وشرا المونطو، وكل واحد كتب الثمن الوحده. الوغ هنايا باش نشرح لكم، مثلا تيشيرت شرا تيشيرت واحد ب 20 اورو، وشحال شرا من التيشيرت شرا 30، اذا شحال غيكون عنده بخي توتال، خاصو يضرب هاد 20 في 30 باش يحصل على البخي توتال اون اورو، وباش يحصل عليه بالدرهم خاصو يضرب هاد البخي توتال اللي حصل عليه بالاورو في 10 دراهم، لان واحد اورو كيساوي 10، اسكو سي كلير؟ اذا دابا اشنو غنعمل هنايا، قال لك لا فورمول كي بيرمي دو كالكولي لو بري توتال اون اورو،
اذا حنا بغينا نحسبو البري توتال اون اورو، اشنو قلنا؟ خصنا نضربو البري اونيتير في كونتيتي، كنضرب ثمن الوحده في الكميه. اذا هنا هذه خاطئه، ما كتبش تساوي، هذه عندنا سي 5 زائد دي 5، ما عندناش مجموع، خطا. اذا عندنا البرودوي شنو هما؟ عندنا سي 5 ودي 5، هذا صحيحه. هذه خاطئه لان ما فيهاش تساوي، هذه خاطئه لاني ما عنديش موين. وعندنا ايتيغال سي 5 فوا دي 5، اذا حتى هذه صحيحه. اذا عندنا جوج صحيحين، اوكي. ولكن انا عندي التباس هنايا لان مادام عطاني لا فورمول، اذا لي صحيحه هي الاخرى. كنا قال لي لي لا ميثود كي بيرمي دو كالكولي، لانه شوف حاولوا تفرقوا ما بين لا فورمول لا فونكسيون، راه كاين ديفيرونس. اذا هنايا مادام عطيني فورمول انا نكتب لي صحيحه. الوغ لي صحيحه هي هذه ايتيغال سي 5 فوا دي 5، هي هذه. تري بيان، نقول لكم علاش، لان عطاونا هنايا لا فورمول وسطر على هاد لا فورمول مزيان، عشان نقول لكم كتبت هذه اوكي. وتا هذه صحيحه، اذا نعمل لكم فيها باش تعرفوا الطريقه هذه صحيحه. برودوي ممكن نعمل نخدم بهاد الطريقه، ولكن هنايا كتبنا سي 5 فوا دي 5 لان عطاونا فو فورمول. اوكي، اذا نمشيو دابا السؤال الثاني. لا فورمول كي بيرمي دو كالكولي لو بري توتال اون ديرام. دابا هو نحصل بري توتال اون اورو، باش يحسبوا بالدرهم خاصو يضربوا، لان الاورو كيساوي 10 دراهم خاصو يضربوا في 10. اذا فين كاين هاد 10 دراهم؟ كاينه في بي 2. اذا شنو خاصو يعمل؟ خاصو يضرب هاد او، اوكي، مثلا الاولى او 5 خاصو يضربها في بي 2. نشوفوا فين عاملينها. اذا هي هادي صحيحه، اذا او 5 في بي 2، لان عطينا هنا لا نسطر لكم مزيان على لا فورمول. ومن بعد وشوفوا في الفيديو وشوفوا الفرق كيفاش كنحسبوا بلا فورمول، وشنو الفرق ما بين فورمول وفونكسيون. اوكي الوغ هنايا تري بيان هادي صحيحه، اوكي. مي قلت لكم هنا مادام عطينا الفورمول اذا غنحسبوا هادي، اوكي، الفورمول اخر وحده صحيحه. هذا برودوي هنايا ما عملوش تساوي، اذا خطا. هادي فيها الزائد، اذا خطا. هادي صحيحه، هادي خطا، لان عندنا بدون تساوي وما عندنا حتى حاجه كدل على الحساب. اذا اللي صحيحه ولا فورمول اللي صحيحه هي الاخرى، اوكي، سي كلير. علاش كتبت لكم راه الجواب صحيح هذا وهذا، يعني بطريقه الفورمول وطريقه لا فونكسيون، ولكن مادام عطيتكم لا فورمول اذا غنكتبوا هذه، صافي. اسكو سي كلير؟ حتى نفس الحاجه، هذه صحيحه وهذه صحيحه، هذه بطريقه فونكسيون وطريقه فورمول. مادام عطينا لا فورمول في السؤال اذا غنكتبوا جواب، وهذا نفس الحاجه بالنسبه لهذه. اوكي، اذا نشوفوا دابا سؤال. pour calculer le prix total en dirhams des autres produits on fixe l'adresse B2 puis on fait recopier. quelle est la touche de clavier utilisée pour fixer les adresses؟ هنايا ما كتكون عندنا واحد لادريس فيكس اللي كنسميوها وممكن نخدم بها بزاف لي سيلول، خاصنا كنفيكسيها، اوكي. باش نفيكسيها كنستعمل لا توش F4، اوكي، هذه هي اللي صحيحه. اذا هنا نرجعوا نكتبوا لا توش، اذا لا توش كوا، لا توش F4 هي اللي صحيحه، لان F1 كنخرج بها مساعده اد، و F10 كنخرج لي زابريفياسيون ديال المنيو اللي عندي في الاكسل. اذا اول حاجه هاد لادريس B2 باش نخدم بها بزاف لي سيلول كنرجع ادريس ابسولي. شنو هي ادريس ابسولي؟ كنزيد ليها دولار قبل لا كولون، ودولار قبل لا لين، بغيتو تعرفوها كنكتبوها بهذه الطريقه. مثلا عندنا هي B2، اذا هاد B2 كيفاش كنكتبوها؟ كنعملو ليها دولار بي وكنعملو دولار 2 كوم سا، باش تكون ادريس ابسولي. اذا بهذا نكونوا سالينا التصحيح ديال هذا النموذج. نتمنى نكون فتكم، شكرا والى اللقاء.